بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. 4 حاجات بيدلوا على وجود سحر في البيت وبيحصلوا مع ناس كتير جدا منا، ولكن للأسف الشديد مش بيعرفوا إن ديت علامات سحر. الأمر التاني، إزاي إنك أنت تعرف مكان السحر في البيت وتطلعه بنفسك؟ ركز معايا. أول حاجة من الحاجات ديت، سبحان الله، بعض النساء لما تيجي تدخل المطبخ تحس بخمول شديد جدا في جسمها، كأن جسمها متكسر، ولو دخلت المطبخ وطبخت طبخة أو شيء تطلع ترقد على الفراش بتاعها لمدة 3 أيام مش قادرة ان هي تحرك اي عضو في جسمها. ما بيحصلش معاك انت ايضا لما تيجي تخش المطبخ تبص تلاقي دود في كل مكان في المطبخ او نمل كتير جدا في البيت منتشر؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني، ركز معايا فيه جدا، بعض الرجال سبحان الله يكون بره البيت حياته كلها سعيدة وعايش حياته مستأنس، ومجرد ما يجي يقرب من ناحية البيت تنقلت كأنها جهنم الحمراء. طيب ايه المشكلة ديت؟ المشكلة ديت ان في سحر موجود، والسحر ده عبارة عن سحر تفريق. الامر الثاني، بعض النساء سبحان الله تخرج من البيت تكون مرتاحة، تقعد في البيت دايما مكتئبة حزينة قلقانة حاسة ان الدنيا كلها بتدور حواليها. عارفة ده معناته ايه؟ معناه ان في سحر في البيت. هذا الامر الثاني. ركز بقى في الامر الثالث وده المهم، ما بتجيش كده وانت قاعد في البيت سبحان الله تحس بخيال مر من قدامك، او تسمع صوت، او تسمع ان في اناء وقع في المطبخ بتاعك، او تيجي تركب اللمبه النهارده تبص تلاقيها الصبح اتحرقت. ده معناته ايه؟ معناه ان في سحر موجود في البيت. طب الامر الرابع بقى وهو المهم جدا، ما بتجيش في مره كده وانت داخل البيت تشم ريحه كريهه؟ طيب ما حصلش معاكي في مره انك انت شميت ريحه دخان وتطلعي تجري على المطبخ تبصي على البوتاجاز وتبص على الانبوبه وتبص في كل مكان في المطبخ عشان تشوفي فعلا في حاجه ولعت ولا شاطت ولا لا، وما تلاقيش اي حاجه؟ عارفه ده معناته ايه؟ معناه ان في سحر موجود في البيت. والحاجات دي بتحصل مع ناس كتير جدا منا. طيب انا هقول لك حاجه خمسه كمان، ما بيحصلش وانت نايم كده في غرفتك سبحان الله كل دقيقه جاسوم كل دقيقه جاسوم كل دقيقه جاسوم، ومجرد ما تغير الغرفه ديت او تغير مكان نومك يختفي الجاسوم تماما؟ بالمناسبة الجاسوم ده انه عبارة عن كوابيس او تحس ان في شلل في جميع انحاء جسمك، وانا كنت ذكرته قبل كده. فركز معايا عشان ال5 اشياء دولت بيحصلوا مع ناس كتير قوي، والاشياء ديت بتدل على وجود سحر في البيت. طيب ازاي بقى اعرف مكان السحر ده واطلعه من بيتي؟ هقول لك انا. هتجيب كوباية، لا سيبك من الكوباية دلوقتي، هتيجي جاي مغمض عينك واخد البيت بتاعك غرفة غرفة، وانت مغمض عينيك كده وماشي في البيت تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولون سحر مستمر ولا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقولون سحر مستمر ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. تكرر الآيات ديت وانت ماشي في البيت بتاعك كله عمال بتلف فيه. وركز معايا، المكان اللي وانت ماشي مغمض فيه لما تاخد غرفة غرفة من البيت وتحس ان جسمك قشعر وحصل دوخة في جسمك، اعرف ان المكان ده هو اللي فيه السحر، تمام؟ سواء في الجنينة بتاعت بيتك او في غرفة معينة او في المطبخ. طيب اعمل ايه بقى عشان ابطل السحر؟ لو في المطبخ اشوف المكان اللي جسمي اتكشعر وحصل فيه سخونية وكهرباء جامدة وافتش في المطبخ كله والف فيه، لو في الغرفة افتش في الدولاب وافتش في كل مكان والف فيه المكان اللي جسمي احس فيه بقشعره وكهرباء فيه، ادور في المكان ده كلته. طيب ما لقيتش حاجه، اجي جايبه كاس مويه زي ده اهوت، وهتقرا فيه الايات اللي انا هذكرها لك اسفل الفيديو، وبعد كده حبذا لو ميه بملح او ميه بحر ترشها في المكان ده يبطل السحر بامر الله، وتبدأ حياتك في السعادة. لا تلاقي دود في البيت، لا تلاقي تشم ريحة دخان كراهة في البيت، لا تجيلك كوابيس مزعجة، لا جوزك يطفش منك، لا انت تطفش من زوجك، ولا يحصل بينكم وبين بعض نفور. بالمناسبة لو حصل معاك موقف من المواقف اللي انا ذكرتها الخمسة دولت، ضعه في تعليق اسفل الفيديو، ولو تقدر تفيد اصحابك من المتابعين قناتي بشيء فيد، وجزاك الله عز وجل خير. وجزا الله عز وجل خيرا كل من قام بنشر هذا المقطع، وجعله الله في ميزان حسناتكم جميعا. ما تنساش تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس.